بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك. ولاليال كسر دوادا برنامج كني قوان قادشو قارا هان قيب تيسي كتبتا كتاب كانوا آخرين إنه كتاب كي كور رمي أحكام تصومكا كتاب كمجي عيسى وحالة نهدام مختصر كتاب الصيام من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا لي العد وباهن كتاب كنين يلسو الدكتو سي اي مركام عشر كام الدرسي قاين الله سعطو وحي تيجي كريم بارتا انترنت كانو كل النهي قلدي دوت كوم كدبنا كتب تاس كتاب كايكو قرن تأحكام تصومك ايو لسو الدقية ان شاء الله تعالى هل كانو كاخر سنية ولا الذي مركا كل حدنا درسي جا كسر دوادة ولا ليال درسي جا نيو ينوب بلاب مية إن شاء الله تعالى إنه يقولي باب عصب بلاب الدون نهدي على كدقو إن ولا ليال إن كتاب كا مختصر كتاب الصيام وحن نسود إني دروس هراء أي نسود إني صفحة لحية تبنات بق لحية تبنات صفحة داس لحية تبن أي نكا قادنا ولا ليال وصفحة 16 وي باب وبابك ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وبابك وحي صونك بريه يا وحي واجب اي كنا قنيس كفارة قد صونك قفك مرك وجبيه يا وحي لها كفارة قد ك صونك مرك وجبه لالية اي ان بابك انك قهد لينا المفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات وحي لها صونك بريه علماء اكتو دا وحا ليقا نمجع اه المفطرات المفطرات أي الله يقنع علوم دا أكتودا ويا هيا نقود من مركا قول المؤلف رحمه الله من أكل عدي عنتا يعني صنك وحا كتشب يسع عدي عنتا يسكع عنتا أما عبتان يسكع عبتا الأكل محلو قتشيدا عنيدا عنيدا وحلو قتشيدا الأكل عنيد وحوي إدخال شيء في إلى المعدة عن طريق الفم وحوية وين علوشة وحل قليو أيضا الله صمرين يا أفكا أيا لده ده الأكل عنت لدها أما عند لدها ويشمل أن وحنا كوبسان يا مركا ما ينفع وما يضر وحي مركا نفعل يا وحي أن نفعل لهين وحي دافل يا وحي أن دافل لهين لبضبا وكوبسان يا إلا عنت ده أفكا وحي لغا قليو أديغا دورنا يا وحفق في عن يا وحن لبضبا في قلين كرو علوشة قلين كرا وحا كلاو كوب سنية وما لا ينفع يوحا النفع من نبا اللهين إن فما ينفع وحيا لها النفع له أما دافت له وحا كميدا كالخبز وحوي وخبز دا أما وكيميس دا أما صبايد دا يعني جيلا دا اللحوح دا كواسا ويا مركا عنتا دا خبز دا اللوغة جيدا واللحم إيه هيلبكا إيه هيلبكا ويا وعنتا دا مركا نفع له وما لا ينفع وحا النفع اللهين وحا اللوغة جيدا يلعنو كالحشيشة وحشيشة دا والخمر أي خمر عبيتانك والعياذ بالله كواس يونا وحوية ولا ليال أن وعنتو يا عبيتان أن نفلهين وأن نفعلهين وما لا يضر كوا أن مركا نبتنا لهين ولا ينفع النفع قناء اللهين وحاكم دا كأن يبتلع الإنسان خرزة صبحة أو نحوها يعني وقف كوينو لقو كوشا أما يعني تصبيح لا تصبح مارة تمكوشة يرى يلقو تصبيح صدو إنو قفك أفك يسكي قليو أو دبادنا واللقو وحي مركا علوشة تقاي أفك مركا لنت اللقاي قلي أفك اللي قليي أو دبادنا علوشة تقاي وحي برينيسا صنكا قاي برينيسا وقال بعض أهل العلم علمك لنا وحي دهن إنما لا يغدي لا فطر به وكابتلاع الخرزة يعني وحي أن قد أهين وحي عن قداء هين وحلوغة كذا وحي عن قداء هين عن تدا
waxyaalaha afka laga isticmaalo waxaa loo isticmaalaa qadi ahaan oo yacni fitamiin iyo waxay leedahay minerals iyo waxay leedahay marka in macdano ayaa laga faa'iidaa. Wixii aan lahayn marka macdantaas qadada ahaanay ka dhalanaynin kuwaasi ma burinayo ayay dhaheen soonka, sida qofkii in ay kuul yar uuto afka iska geliyo ay ku siibato markaa oo ay caloosha tagto, taas markaa kuma jabayso soonkii ayay culimmada qaar ay dhaheen. Way wasaxiixu sida saxiixa ahi waxay tahay buu ku dhahay annahu caamun waannahu muftirun liidlaaqi aayati kuli washarabu. Sida saxiixa ahina waxay tahay in looga jeedo wixii afka la geliyo ee caloosha taga in ay burinayaan, sidaasaa saxiixa, waana sida aayadda laga qaadanayo kuluu cabba washrabuu, kuluu cuna washrabuuna cabba, yacni xilliga habeenka ah. Xilliga habeenka ahaba waxaa laynagu yidhi cuna oo cabba, maalinta ramadaanna ha cunina oo ha cabbina. Mar haddii Ilaahay sidaa uuna faray, wixii afka la geliyo ee cunto ah ha noqoto mid nafci leh, ha noqoto mid dhib leh, ha noqoto mid aan dhib iyo dheef labada midnaba lahayn, wixii afka la geliyo caloosha taga sida saxiixa ah way burinaysaa soonka. Waayahay aw shar aw shuriba aw istucdi, waxaa kaloo buriya soonka walaaliyaal in qofkii wax la waraabiyo ama lagu qulaamiyo ama in sanka wax laga siiyo, dawooyinka sanka laga siiyo qofka yacni markuu cusbitaalka uu qofkii u tago dawooyinka markaa uu sanka ka qaato ee sida qadada ah oo kale, kuwaasina way burinaysaa markaa walaaliyaal, soonkii way burinaysaa. Istucdi maxaa looga jeedaa? Ay tanaawala sucuud, waa qof markaa qaatay daawadaas ama cuntadaas xagga sanka ka qaatay. Wa huwa maa yasilu ilaljawfi can tariiqi alanfi, waxa sucuud loo yaqaanaa waa wixii yacni sanka laga siiyo qofka ee caloosha aada, waa marka sanka qofkii cuntada uu ka qaadanaya calooshana way tegaysaa. Fa innahu muftir, cuntadaas markaa sanka laga qaatay ee caloosha markaa aaday way burinaysaa soonkii. Lixadiithi wa baaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saayima, waxaana u dalila xadiidkii maxay ahaa nebigu u dhahay wa baaliq fi listinshaaq, waxaad ku xadig tagtaa ama yacni waxaad xoog biyaha sanka u geli, xoog biyaha sanka u geli markaad weysaysanaysid marka laga reebo soonka, markaad sooman tahay ayaga biyaha xoog sanka ha u gelin. Marka culimmadu iyaga xadiiska daliishanaya waxay ka qaateen maadaama sankii loo diiday qofkii inuu biyaha uu aad ugu raariciyo oo ay caloosha si aanay u gaadhin, yacni qun yar uu sanka istinshaaq u sameeyo, biyaha uu qun yar u geliyo sanka, waxaa halkaa laga qaatay in ay marka aanay bannaaneyn cuntada marka sanka laga qaadanayo caloosha tegaysa, taasina way burinaysaa soonkii ayay burinaysaa. Waxaa kaloo birinaya aw ixtuqina, yacni ixtiqaan inuu la yimaad. Ixtiqaanku waa maxay? Huwa isagu waxa weeye idkhaalu aladwiyati can tariiqi duburi, waxa weeye waa dawo qofka laga siiyo duburta ama xagga dambe gadaal uu ka qaato, waa cunto weeye, waa faleenbo qofka gadaal lagaga xidho. وهو معروف ان ولا يزال يعمل تاسنا ومن معروف ويترتا ولنا ولا استعمالا. فاذا احتقنا هدي مركا قفكي دوا حق الدنبا لغسيو فانه يفطر بذلك سدا سيو مركا صونكي وكبريا. هذا المشهور من المذهب عليه اكثر اهل العلم سدا سيقبان علومدو سدا سبان مذهب كمركا كعان ايو كدهي. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية وحده مركا ابن تيمية انا رحمه الله la fitra fi lxuqnati, wuxuu yidhi isagu dawada gadaal laga qaadanayo iyadu ma buriso soonka ma buriso, waayo liannahu wuxuu ku yidhi sababtu waxa weeye laa yutlaqu calayhi ismu lakli washurbi laa luqatan walaa curfan, maxaa yeelay ayada dawadan qofku gadaal uu ka qaadanayo ama yacnii xuqnigaas ma aha yacni wax loo yaqaano cabitaanna maaha, cunidina maaha, luuqa ahaana looma yaqaano, yacni dhaqan ahaana maaha sidaa. Walaysa hunaaka, mana jirta buu yidhi daliilun fi lkitaabi waassunnati anna manaata alxukmi wusuulu shay ila aljawf, in ay yacni mana jirta buu yidhi daliil xagga qur-aanka ku saarooray ama sunnada nebigeenna ku saaroortay calayhi salaatu wasalaam oo tibaaxaysa in macnaha looga jeedo wax allaaliya wixii caloosha gala. Kolka halka isagoo caalimkaasi uu ka duulayo wuxuu dhahay tani ma burinayso, leanno daliil baan jirin sheegaya wax allaaliya wixii caloosha galaa, hadduu jiro daliil sheegaya markaa wax allaaliya wixii caloosha tagaa way burinayaan, haddii ay sidaasi ay jirto waa la qaadan lahaa qowlkii hore
ايو كود ده مركا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واي هي. ثم لدينا وحكونا هدنا وحين هيسنا قاعدة قانون بين هيسنا مقاعد اي هيسنا حير بين اي ويند فهمتها مهمة لطالب العلم حير يا قانون بالغسين يا مهم واه قفك طالب العلم كما ارضيا. وهي حير كاسي وحوي اننا اذا شككنا في الشيء مفطر هو ام لا هدينو كشكنو شيء غني ما ان ميو بورين يا سونك مسمى بورين يا حتى بات قانون بالغسينيا قانون ايا لغسينيا حتى كشكيد شيء غاسي ما و بورين يا سونك مسمى بورين يا قانون كي بان كسينيا بوكوري. فالاصل سيدا اصل كاهي وحوي عدم الفطر اناني بورينين سونك فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة إلا بدليل ما نكون ديرنينو إن أينو صون أما عبادة برينو وأنا نرهنا وي برتي أما وي فسهاتي أي نغون هيسنين وح دليلا دليل كاسو لبا واضح عدانا يكون لنا حجة عند الله عز وجل أو مركم إلهي أكتي سمانة قيام حجة إنو نقوني هدينا هيسنين مركا وح دليلا يعني كما دقدقين إن نرهنا شيء قاسي وبرين يا سونكي واي انتي بنا تبدي بقول الله بنا ولا ليال سيدي مركا ان عدد اينو اهيد ان اينو مركا هورا اخرنا افكا عربي دكو اخرنا ترجمنا كدبنا في صومالي كو سوكوبنا كدبنا ان ادن ويديو ان اتفهنتين ينكلا وحيالها بوريا سونكا وحا كميدا عوني دا ولا ليال عوني دا ايا كميدا وحيلا عونو ايا كميدا وحا عوني دا لوغا جيدانا وحي افكا لغا قاتو ee caloosha taga waxaas markaa ha noqdaan cunto nafle oo wax laga faa'iideeyo sida vitamin iyo markaa le minerals iyo macdan leh waayahay ama ha noqoto cunto aan la waxba laga faa'iideynin oo yaani sida maandooriyayaasha xashiishada daraagiska khamriga cuntada ta iyo sharaabka noocaas ka doonaan ba ha noqote yaani qofkii hadii uu cuno ama uu cabo way ku buraysaa soonkii uu ku burayaa sidoo kale culimada waxay raaciyeen بل كو الرما وح عن دب يعني ان عن عنتنا هين عبيتنا انا هين هذا رقف كي اقول لقي او علوش يستكتب ما بوري نيسا قال وح يتري ما بوري نيسو قال يها كلنا وح يدهن ان وي بوري نيسا وح انا صحيح سن لبدا قالها قال يها دهي وي بوري نيسا سبب تو اه وح يسوق جدجل يسا آيات القرآن كاهي كلوا وشربوا ولا دهي كلوا عب عنا واشربوا عبا حلقة هبينك عبا أو عنا يعني ما لنتي مركا لما عنا يلا من عبي مركا هالكا وحلقة قادنا يا إنا لا عنا وحنا لا عبينين أفكنا عنتا إنتا لقى قليا علو شاني تقنين إني حاران تهي أو أي بورين إيسا هالكا سالكا قادنا يا وأي هاي سيدوك الأولى لي الوحى بورين إيسانكا يعني عنتا دا أما داودة قفك سانكا وكاقاتو إي علو شاتكتا taasina way burinaysaa soonkii way burinaysaa waxa kale burinaya daawada qofkii uu ka qaato xaga dambe uu ka qaato marka duburta ama xaga dambe gadaal uu ka qaato taasina way burinaysaa soonkii hadii ay caloosha tagto way burinaysaa wala way jiraan culimada qaar leh ma burinayso sababtoo ah macnaheedu waxa daawada la qaadanayo ma aha yacni cuntana ma aha cabitaanna ma aha dhaqan ahaan iyo luqa ahaan looma yaqaano waayahay haddaba intaa markaynu sheegnay iyo haddana dib waxaynu sheegnay qaacido iyo markaa xeer aan kugu yidhi ardayow iyo dhammaanteena dhowa aan xeerka markaa isla qaadanno xeerkaasina wuxuu yahay in asalku sida uu tahay asalku waxa weeye inaan qofka bini aadamka ama muslimka soonkiisu aanu ka buraynin ilaa la helo daliil sharciya yacni aayad iyo qur'aan waadixa ilaa laga helo haddii la waayo kuma degdegayna inaan idhaahno shaygaasi wuu burinayaa soonkii ama cibaadadii way burinaysaa haddii aynu helno markaa daliil daliilkaasaynu sheegnay haddaynu weynana kuma degdegayno intaa ma isla fahamnay walaaliyaal haddaa intaa isla fahamnay haabad soo qoraysaa khayr allah idisi intaa haddaad fahamteen waxaad soo qortaa haa jazaakum ullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن تقية واحد تليها وان فهمني أظنتي على واحد تلي وان فهمي ما شاء الله حمدي سيدو كله الله هيدن حفتي ولا ليا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وان كجد بياها دبا انت هداد فهمتين وحنو تقيا قولك كلا ده هيا وحكلو بورينيا
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. waxaa kaloo burinaya soonkii jazaakum allahu khayran hablo badan waxay leeyihin waanu fahamnay inta waayahay waan ka gudbayaa waxaynu gudbaynaa marka mawduuca kale aw igtaxala qof baa marka wuu indha kuushay bimaa yasilu ilaa xalqihi wax gaadhaya halkan cunihiis ama dhuunt ayay soo gaadhay wixii uu ku indha kuulanayay ma jabinaysaa soonkii ma buraysaa soonkii haddii qofku uu indha kuul uu marsado oo indha kuushaasi ay u tallaabto cunaha ama dhuunta ama halkan hunguriga ay soo gaadho ama caloosha ay ku dhacdo ama ishaba ay kasoo gudubto ma burinaysaa فإذا اكتحل وحك يري هدي قفك عندك وشب ما يصل إلى حلقه وحسو قاديا هل كان دون تسو قاديا فإنه يفطر ويبوريسا مركام ويبوريسا صنتي سيدا سعلو مدى عيدهن لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يساو رأيك لا أيوقبا وحو يري لا يفطر ما بورينيس ما بورينيس مركا عندك وشاس ولا وصل حتى هدي مركام أي سو قادو دعم الكحلي إلى الحلق وهذا هو الصحيح حتى هديد آد كده دميسيد هل كان دونتا آد كده دميسيد إن وحي آد إندها مريك سنيسي أو أيوسو قدوبتو دونتا هل كان أيوسو قدوبتو مبوري نيسو سيد أسبانا أه صحيحة وبناء عليه لو قطر في عينه هل كان هدى بيدو لغا دولة يبوكو يوري هدي إشيسا أي مركا أي كتف ليسو يعني إن دكوشي أي كود عضو حوصو كود عضو وهو صائم شخصي قاسينو يهقف صومن oo fawajada uu hela aطcma dhadhankii uu ka helo fii xalqihi halkan dhuuntiisa fainahu laa yaftiru bidalika ma burinayso ma burinayso ayuu ku dhahay waxay dhaheen culimmadii qolo waxay tidhi way burinaysaa haddii qofkii uu indha kuusho ee cunaha soo gaadho dhadhankii uu hela way burinaysaa laakiin sida saxiixa ah ee culimmadu ay qabeen waxa weeye indha kuushaasi haddii xitaa ay dhuunta soo gaadho ama cunaha iyo hunguriga soo gaadho oo aad ka dhadhamisid xitaa ma burayso soonkii ma burayso waa maxay sabab sababtu waxa weeye walaaliyaal ishu ma aha wasiilo ama meel wax laga cuno sanka waa laga cuni karaa iyo faleen baa lagu xidhaa laakiin had iyo jeeraale ishu inta badan ma aha meel cuntada qofka bani aadamka uu ka qaato sida aawadeed ma noqonaysa indha kuushaasi ama waxyaalaha kale isha la marsado ee u tallaabi karaya afka u tallaabi karaa ama dhunta gaadhi karaa wax burinaya markaa soonkii ma noqonayso hada huwa saxiix saas weeye sida saxiixa وايهي او ادخل الى جوفه من اي موضع ان كان غير احليله اما قف بعلوش يسوي حبو قلي شيء كلا ايو قلي فلو ان انسانا قف بوحو قلي ندخل من دار الى المعده علوش يسوي حل قلي تومبو اي لقلي تومبو اي لقلي حتى وصل اليها فانه يكون بذلك مفطرا سداس اي قفكي مركا اوكو een kaga jabaysaa soonkii ayuu dhahay marka laakiin haddana aynu fiirino qowlka labaad ee saxiixa ah ee weliba marka aynu ictimaadayno ama aynu xoojinayno waa saxiixu sida saxiixa ay waxa weeye annahu laa yuftiru ma burinayso taa yacni tuumbada caloosha la geliyo ilaa an yakuuna fii hada almindaari duhnun ila maa iyo tuumbada caloosha qofka loo geliyey ay la socoto dux saliid ama markaa xaydh lasoo mariyey يصل تاسو مركا دوخداس اما مركا سليدا اما مع يعني وحله دوفكا اهو غاديه الى المعده علوش غاديه بواسطه هذا المنطار اسوغو مركا دوخداس لو سي مارينايو ان يعني تومبدا فانه يكون بذلك مفترا سدا سوقفكي مركا او كو ان افوريا اما اي سونكي او كغا جابيسا ولا يجوز من بنانا استعماله ان تومبدا لا استعماله في الصوم الواجب الا للضروره soonka waajibka ee faralka ee ramadaan in la adeegsado tuumbada caloosha la geliyana mid bannaan ma aha haddii qofku uu ka fursan waayo mooyaane hadduu qofku ka fursan waayo mooyaane waayo halkan aynu ku celinno qof baa walaaliyaal calooshiisa tuumba ayaa la geliyey tuumbadii gaastariga oo kale lagu fiirinayo ayaa la geliyey tuumbada culimmadu waxay ay dhahayaan qaarkood haddiiba caloosha la geliyo sidaasay soonkii kaaga buraysaa laakiin sida saxiixa ahi waxay tahay ee la xoojinayo waxa weeye ma burayso waxay keliya buraysaa haddii tuumbadaas ay la socoto markaa dur ama waxyaalahan markaa lagu sii subkiyo ee lagu saliideeyo si markaa caloosha ay u gasho haddii ay wadato taas oo subaga iyo duxda iyo xaydha ay wadato oo ay calooshana ay gasho markaa soonkii wuu burayaa wuu burayaa mana bannaano qofku inuu isticmaalo tuumbadaas bisha ramadaan ama soonka waajibka ah haddii laga fursan waayo wey
هدي مركا ضرورة أي كانت مركا دي قصب بين نقونيس واحد كلو بوريو ولا ليالسون كا الاستقاء أو استقاء إنو قفكي إسكما تجيو إنو قفكي إنتو قعانت أفكي سو قليو إسكا سو ما تجيو تاسي مركا وحي كينيسا إن سونكي أو برو أي استدعى القيئة فيفسد صومه وقفكي أو مركا ولا ليال إن أفكي سي إنتو قعانت أو قليو إسكا سو ما تجيو كاوي كبريسا سونكي إذا استسقى فقال لي إذا استقاء فقال هدو إسكما تجيو ده بدنا ما تجي أو يما دوي بريسا وحانو دليل حديثك من استقاء عمدا فليقضي قفكي مركا إسكما تجيا أو سب بريرا مركا إسكما تجيا هسو قليا مالين تا هسو قليا مالين تا إسو هسو قدو ومن درعه القيء فلا قضاء عليه قفك لكن ما تجي أو قبطه إسكي أو قبطه أو يعني درعه وحلو قشدة معنى درعه أي غلبه يعني قفكي يسوي اسكا مو متاجنين لكن ما تجي با كيمي ما تجي ايا كيمي قفكا مركا وح قال لا اهو لقول لي ما جرتو صنكنا كما بوريو واي انا هلكا دور استاقنا ولا ليا قفكو هدوك عانتي سافكي سو قليو اسكا ما تجيو وي بوريسا لكن هدو قفكو سيدي ساو اسكا فرديو ايو ما تجو كيما دو ما تجا مركا ولا ليا ما بورينا ايو ان قالنا لو ما لها كي هوري اسكا ما تجيو لكن قالو ايا لقول لي أو استمنى وحكى لو بورينيس مركا يعني صونكي وحا بورينيس الاستمناء وأنو قفكو شهوتي سويسكا كانوي أي طلب خروج المني بأي وسيلة حتى أنزل فإن صومه يفسد ذلك وأنو قفكي مركا شهوتي ويسوي اسكي وسكا كانوي أو مركا شهوتي أي سو أي مركا أي تيمادو صونكي مركا وبريا وبريا ولالي والله لا يستحي من الحق الله حق كما حشودو ما كان ان شاء الله تعالى وحيا لها كلام مفترات كي نوصو سعودا وحي نقون دانا وحيا له حساسية ان مركا الهي من كبرينا سبحانه وتعالى انو انا فهنسيو انو انا فهنسيو الله نحق كما حشودو الله نحق كما حشودو وي وحكا لو ولا ليال برين يا صنكي وحكا لو برين يا ولا ليال صنكي أو باشر فأمنا قفكي أو جوجل يعني لو داقة حديد جوجلات لو داقة هوين ديسي أو قبي دبادت نشه ودي أي كتمي مركز نوحا كبرية صنكي بكبرية أي باشر ويساقي يو مركز مباشرة لسمي يو حديد جوجلات لو داقة زوجته هوين ديسي مركز مباشرة داسي وحي نقن كرتا يعني ان قصب ماها ان حدود جوجلات او مركز ان دب اهي لبدا الحبنود تران كوين استابتان قصب ماها يعني قفكي هوين دي سيبو قعانتي سفو قبان كرا وكو او بتقبيل نمو دونكان كرا او بالفرج عما لبدا الحبنود تران كلفتي قو دي بابا مركا ان جوجل وداقي كراي هدي من تاسي اي دعضو فإنه إذا أنزل هدي شهوة ايتماد مركا أفطر صنكي ووكو بوريا هلكا وإن لم ينزل هدي لكن أنا إيماني شهوة دي هدان إيمانين فلا فضر بذلك وحمرك كبريسا مجرتو وح كبريسا مجرتو هل كان أن مركا ولا ليال أين دول استاقنا سيين وفهمنا ننكي هدي وهوين ديسي أو تابتو قعنتي دا وكو تابتو أو دبداد نشهوة ما دوي برتي سونكاس هدول دون كدو شهوة ما دوي برتي هدي لبدي حبنه ده تران كوي يسو تغان وي برتي سبحان الله وي برتي سونكي وو بري لكن هداني وحشه هو هي انا يمنين ما بريسو والله لا يستحي من الحق يلا نحق كما حشو واي وحكى لو كم ده ولا ليال او ام ذا وحكى لو برين يا وحا لو يقن المدي المدي المني والمدي والودي وكل الدونيهن طبعا نفقي قايات كبرن دونتان مديغو وحوي يقفكي او فرديا او يعني حديد جوجلي دان سمينين لكن يسوغو فرديا ايو وحو كفكري مديغو وحوي يقفكي او مركا وحو كفكري الجماع جوجل بو كفكري مركا حديد جوجلي ايو كفكري سبحان الله هاد دما مركا وحديد جوجلي دو كفكري قفكي مركا وحا كيمي مدي وحلا إلى هذا مش هو لدى مدي لدى هو أيا كتمي والله لا يستحي من الحق ألا نحق كما حشوه وهي تاسي ديبا مركا ولا ليال حكم كيدو محنو نقوني
حكم كيد وحوية اختلاف يمي وعلوم دا ويشكو خلافين اختلفوا في المدي مدي جا أرن كيس ولا يشكو خلاف على قولين إلا بقول بال يشكو خلاف. فالمذهب مذهب كوحوية كتاب كان دجان المذهب كحنابلة دويان نو إمام مركا ابن عثيمين رحمه الله تعالى نو شرحوي وحتى المامية أنه يفطر إنه مركا أي إن أي صومك وبريو إن وبريو أي مركا سهل كاس لين أي 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 المامية ولا دليل له إن صحيح ما نوه يان واحد دليل مركا لكن والصواب وحكو ده يصير صواب كاهي وحوي أنه إذا باشر فأمدى أو استمنى فأمدى أنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحكو ده هاي هدي قفك مركا ومدي قاسي وكي مادو كما بريسو وانا سيدا ودورتي مركا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مركا لبدا قول أياجرة لبدا قول أياجرة مركا أنك قدبنا إن شاء الله تعالى وحكى لو كم إذا وحيا لها بريا صنك بريا أن أو حجم أو احتجم وظهر دم وقفك أو استوبة توبيد وتوبيد مركا قفك أو ديقو كي ما دوت استوبة أما يساقو أو ضدك توبو يساقو أي قفك توبية أو ديق باكيمي سبحان الله أما يساقو الله توبي لبدا ميد بكو نقضة بهدي دون هنقطي هدو ديق يما دو ويبوريسا صنكي وهي هي ان معنى حجم واحد لو جت اذا حجم معناه دوا محي وحوي اي حجم غيره وقفك او توبعت كلا اي لو جت ومعنى احتجم معناها احتجم انا واحد انه ليس اي طلب من غيره ان يحجمه وعد كلا كدل بدين اي توبته مركا هدي وقفك ويسو ددك توبيو اما قف يسجى كلا توبيه لبدا قفبا كوح توبيه يك ان مركا لتوبيه با way ka buraysaa soonkii ayuu ku dhahay wadaliilu waxaana dalilu ah qowla nabi qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu dhahay aftara alhaajimu walmahjumu waxa soonkii uu ka buray yacni qofkii wax toobayay iyo kala toobayay labaduba xadiiskan markaa walaaliyaal culummada qaar way daciifiyaan marka kuwa daciifiya waxay dhaheen xijaabada ama yacni guud ahaan toobistoo dhani maba burinayso soonka ma burinayso kuwa daciifiya wey لكن علماء قار با واحد دهن حديث كان يوو سوغن يهي ماكا كوي قاتين حديث كان يوو سوغن يهي ايجينا واحد ليهين توبستو وي بوريس وي بورينيس اصون كي بورينيس وهذا الحديث حديث كاننا ضعفه واحد ضعيفي بعض اهل العلم ان تدك اهل العلم قار كم اذا با ماكا ضعيفي فمن ضعفه كي ضعيفي ماكا حديث كا فإنه لا يستدل به كاسي دليل كما ديغانا لأن أبتس الضعيف بحديث كي هي لأنه لا يجوز الاحتجاج بالضعاف على أحكام الله عز وجل سببته أه هدي مركا علماء دي قليه الضعيف سي يوكو كمدو دي كران حجانا كما ديغان كريان محي إن حديث ضعيفة سببتنا وحوي حكم إن يعني إن أحكام تيلاهي لو ما عكسانيو أحاديث ضعيفة أما شيء ضعيف وأن سبنين مركا علماء دا انتي تيري حديث كان يوا ضعيف يقو وحي قبان إن مركا توبستو آني بورينين نين صنكا آني بورينين علماء دا كلاي قبانو حديث كان يوا سوغانيا هاي سيدة إمام أحمد يقو وحي ليهين توبستا وي بوريني سا صنكا ومن العلماء علماء دا وحا كمدا من صحاحه عدي صحيح سي حديث كان وحا كمدا كالإمام أحمد إمام أحمد بن حنبل رحمه الله هيا كمدا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله إيا شيخ الإسلام ابن تيمية أيا كبدا وغيرهما من الحفاظ إيا مركا لبدا الشيخ رقي كلي يقول الله متكاها إيا حفاظ داها يقول مركا وي صحيحيين وعلى هذا يكون الحديث حجة ما هدي حديثك وأكتو دو كسوق نادي أيها مركا حجة أيها كدكتانو مركا توبستي مركا ويبورينيسا مركا صنكي يا أفرتي ويبورينيسا والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله قول كمركا دهيا توبستو إن يبورينيسو إن صنك وقولك مركا إمام أحمد رحمه الله ويان وهو منفرد عن المذاهب مركا إمام أحمد أيا لقار نقضي مذاهب تكلك لقار نقضي وانفراده عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف هديوش إمام أحمد رحمه الله وشي لقار نقضي معنى هدو ما هشي قاسي إنه ضعيف ويهي
لأن المسألة ليست بالأكثرية، بل المسألة تعود إلى ما دل عليه الشرع، وهذا هو الصحيح. مسألة ماها هل كان لو كلا باتاي يا هل كان لو كلا باتاي مسألة واحد وهي يا حكم كشرع الإسلام واحد وهي ما حد دليل هي ستا هذا لا آيات قرآن الدليل ما هي ستا أحاديث نبي مية دليل هي ستا نص عاد أو صريح ما هي ستا مركز حتى هدي وما دور دنا يكو خلافته وهذا دقو هذا هي ستيد مركز نص صريح هذا هي ستيد والعسكر ما يسوي وهي أنا هل كان مركز دم يقول الله بالنص أنه وحوجا ويرفهمنا إن شاء الله تعالى سينو وحوغا اينو سي يرفه انه هدي الله كدغ ان شاء الله تعالى ولا ليال ان قف با مركا علوشيسا وحبو قليي وحبا لا قليي علوشيسا سيدا تومبدا وحن ندي تومبداسي هدي مركا اي ودتو سبق اما اي ودتو دهون اما الدح اي ودتو دبدنا علوش ايو تلابتو يعني سي لو فيريو علوشاس لو فيريو كامرون وحي لميدكا لو حدو marka soonkii qofkii soomanaa soonkii waajibka way ka buraysaa way ka buraysaa way ka buraysaa een waa haddii ay marka wadato waxyaalaha duhunka ah ama waxyaalaha subaga iyo saliida iyo duxda iyo xaydha iyo wixii la midka haday wadato weeye tuumbadaasi haddii aanay wadaninna sida saxiixa ah ma burayso weeyaan sidoo kale waxaynu nidhi walaaliyaal qofku hadduu iska matajiyo soonkii wuu ka burayaa waanu soo qallaynayaa laakiin haddii matagaasi iskii u yimaado ma ka burayso soonkii wax qallo ahu lagu leeyahayna ma jirto waxaan kaloo tilmaamnay oo soonku wuu ku burayaa walaaliyaal al-istimnaa qofkii oo shahwada iska keena wasiiladii doontaba ha noqotay ama qaabkii doonaba ha u keene soonkii wuu burayaa soonkii wuu ku burayaa waxaan kaloo tilmaamnay haddii ninkii iyo haweeneydii isqabay marka ay dhex marto xidhiidh gogoleed uu dhex maro xidhiidhkaasi ha noqdo taabasho keliya ha noqoto dhunkasho keliya ha noqoto xidhiidhka marka labada taran ama taran xubnaha taranku marka ay xidhiidh toos ay sameeyaan markaana haddii marka shahwa ay timaado wuu burayaa wuu burayaa haddaani wax shawaha yaanay imanin taabasho ha noqoto dhunkasho ha noqoto xidhiidh kale marka yacnii oo aan labada taran aan ahayn labada xubneed ee taranka aan ahayn haddii aan wax shahwa aanay imanina ma burayso waxaynu kaloo tilmaamay madyiga waxa loo yaqaano oo ah waxa weeye qofki inuu uu jamaac ku fakaro ama gogol uu ku fakaro shahwada timaada ayaa marka culimmadu isku khilaafeen iyadana oo ma buraysa mise ma burayso labadaas madhab ayaa la isku khilaafay marka sida saxiixa waxa weeye in aanay buraynin ayaa marka ayaa marka loo badan yahay oo soonkii inaanu sidaa ku buraynin ayaa loo badan yahay waxaan kaloo tilmaamnay qofkii haddii uu marka istoobo ama cid ka wax toobaya ama isaga ha la toobo ama adigu wax toob labada qofba inuu soonkii uu ka buraayo ayaanu tilmaamnay oo weliba marka culimmadii ay isku khilaafeen oo culimmada qaarna ay dhaheen xadiidka marka la soo xiganayo waa daciif kuwa kalena ay dhaheen maya xadiisku wuu sugan yahay waa saxiix marka culimmada intii tidhi xadiisku waa daciif waxay dhaheen toobistu marka yacni laguma ma burayso kuma burayso soonkii kuma buray culimmadii dhahday marka xadiisku waa saxiix marka toobistii marka way ku buraysaa ayaga agtood labada qowl haddaba haddii aynu isku dayno inaynu jamicino ama aynu isu keenno waxa weeye walaaliyaal qofkii haddii uu istoobo oo toobidda uu dhiig badan uu ka yimaado way ka buraysaa way ka buraysaa waa markaynu isku jamcino oo aynu isu keeno labada qowl waxa weeye qofkii haddii uu istoobo oo dhiig badan uu ka yimaado way ka buraysaa wallaahu aclam inta ma isla fahamneyn walaaliyaal hadda intaad isla fahamnay aan ka gudbo oo markaa aan mawduuc kale u gudbo haabad ii soo qoraysaan insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran waaxsan allahu ilaykum inta waa la isla fahmay soo maaha waan isla qaadanay inta mise mugdi mugdi baa ku jira فايسة واحد تليها وان فهمني حمد سيدو كلا واحد تليها ها شيخ وان فهمني ها وان فهمي ما شاء الله تبارك الله الله يدين حفتيه سيدا حضور كينو وشوغ مركا عشر كي درسي قادو لسعطان وانا عشر يدرسي درسي مهيمة وي اوينا تابان يدمان تنبا ويا وحنو قد بينا مركا خير الله يدين سيدا من تنبا ويا وحنو قد بينا مركا shuruudaha marka lagu xidho soonka inuu buro laba shardi ayaa marka walaaliyaal ayaa burinaya ama shuruudu wax wey caamidan daakiran waa inuu qofkii uu yahay
waa inuu caamid u yahay, caamid waa inuu badheersan yahay oo ka say ka tahay, dhaakiran waa inuu xasuusan yahay oo aanu yacni halmaansanayn. Labadaa shardi ayaa loo shardiyaa marka in uu soonku uu buro. اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين. المؤلف في كتاب قري وحو شرديي اما وحو كحري شروطه ان صون كاسي وبري لبا شردي كو لبا شردي وحي كلا يهين ان يكون عامدا وضده غير العامد انو قفك او يهي مد سي بريد مركا بريد سن او كاس اي كتهي وحانا كسو هرچي ده مركا بريد كوحو يقفك انانو بريد آني كاهين وأنا وحي قرانين هدي أنا وحي قرانين عذور دار با مركا ماشي إيماني شرط يلا بعدنا وحوي أن يكون ذاكرا وإن قفك وحسوسا يهي وهو وضده الناس وحنا حسوس تكسور كذا يعني هل من شها ما إلوجا هدي قفك إلا و أو عنتا وسك عنو أما وبي يسك عب مركا صانك كما بريس لأن الشروط ده مركا إنه صانك وبرش شروط ده وح كم ده وإن قفك oo marka xasuusan yahay waxan hadaanu xasuusnayn oo aw halmaansan yahay marka soonki kama burayo labada shardi ayaa marka loo shardiya waynu ka gudbayna marka labada shard mas'ala kale ayaynu marka u tagayna insha Allahu ta'ala law akala aw sharaba nasiyan thumma dhakara annahu sa'im wal luqmatu fi fammihi fa hal yalzimuhu an yalfudaha wala liyal wuxuu ku dhahay law akala hadduu qof cuno aw sharaba ama biyo cabbo naasiyan isagoo halmaansan oo ilowsan uma dabadeenee dakara uu xasuusto inuu soomanaa annahu saaimun inuu wuxuu xasuustay inuu soomanaa walluqmatu fii famihi hurmadii uu hurayna afkiisay ku jirtaa fa hal yalzimuhu ma waxaa ku laasimaysan shaksiga an yalfudaha inuu afka ka soo tufo inuu afka uu ka soo tufo miyay ku laasimaysaa الجواب جوابت وحي تهي نعم يلزمها يلفظها وحكو واجب يسا اما كل لازم يسا انو افكا وكسوت فو تسالها نمبا وحو سومن يهي صنكي بش رمضان ايو سومنية دابد ان نقوري جيبو صو قلي وحو اكي مركا ولا ليا العنطة دي ايو اركي اما عبيتان بو اركي اسو اس هلمان سن او ايلو سن ايو اسكيغا قلي او اسكا عني سبحان الله شخصي قاس مركا اسكا عني afkiisa waxa ku soo markii uu cabaar uu cunay ayuu xasuustay in uu soomani yahay dabadeedna shaydaankii buu iska naarin subhanallah cuntada markii afkiisa ku hadhay miyuu liqayaa oo kuwii hore ee uu ilowshaha ku liqay buu ka daba geynayaa mise uu soo tufaya sida waxa weeye laazimka ku noqonaysa waxa weeye waa inuu soo tufo weeye waa inuu soo tufo hadduu liqo marka hadduu liqo intuu xasuustay afkana cunta uu igu jirto oo uu xasuustay oo uu liqo soonkii wuu ka burayaa leanno shuruudii ayaa meesha ka baxaysa yacnii shuruudaha waxaa ka mid ah inuu soonku uu fasahaado waxaa ka mid ah qofkii waa inuu xasuusto waxaan uu garanayo oo u badheeday waa kow laba waana inuu xasuusan yahay marka qofkii haddii uu afka cunta uu ku hayo oo dabadeedna uu xasuustay inuu soomani yahay waxay ahayd inuu soo tufo isagii wuu liqay soonkii uu ka burayaa soonkii uu ka buray waayahay aw mukurihan waxaa kaloo ka mid a walaaliyaal qofkii haddii markaa lagu qasbo shay lagu qasbo oo la yidhahdo qasab ku cun soonkii ma ka buray maalan jeelkaaba lagu geeyay ama maxbuus baabatay walciyaadu billahi ilaahay baan ka magan galnay ilaahina waxaanu weydiinaynaa bisha barakaysan ee ramadaan muslim kastoo jeel ku jira inuu allah ka soo daayo aamiin yaa rabbal caalamiin marka walaalayaal qofka marka la qasbay qofka la qasbay isaga soonkii ma ka jabaya soonkii ma ka buraya ay idaa kaana mukrihan haddii qofkii la qasbay ama yacni wax aanu isagu jeclayn lagu adkeeyey fa innahu laa yaftir soonkii kama jabay fayushtaradu an yakuuna camdan waxaa loo shardiyaa soonku inuu jabo waxaa loo shardiyaa walaaliyaal in ay badheer tahay marka haddii marka walaaliyaal adigoo iska fadhiya marka lagu qasbo lagu dhaho qasab cuntada ku cun ama qasab waxaan ku samee oo aad samaysid yacnii soonkii kama burayo leanno shuruudda tilmaamaysa inuu soonkii uu burayo waxaa ka mid a inuu waxaan qofku u lakas iyo badheedh u sameeyo
way marka kama buraysa hadii marka lagu qasbo. Waxa kaloo ka mid ah waan isoonki yani ka buraynin aw ihtalama, qofki uu ihtilama yuu ku yimi ama riyo. Riyo ayaa marka uu arkay isagoo hurda. أي فلا يفطروا وحلوغة جدا مبورو يسوسونكي مبورايو حتى ولو نام حتى هدي قفكي وصيحدو على تفكير واحتلم قفكي وصيحدو دي بدن فكرة دي وحبا كتمي إيا ريا يا كتمي أثناء النوم انتي وهردي انتي وهردي انتي وهردي تابا ديدنا وحبا كيمي قفكي مركا الشخصي او احتلام يا كدعو ريا يو غلي شخصي صونكي كما بري لأن النائمة غير قاصد محاية لقفك صو يعقفك هردا يعني وحن أن يسوي لك صمو سمين وهرديون سبحان الله مركا دين الإسلام كسيدة وين تهاي يبلا عن تهاي وفي رسالة ولا لي قفك مركا هدي وهردو أو احتلام وماشي يمادو ما بري صونكي ما بري لأن قفك هردا وحن مو قاستين وكددي سنمي آهين وهردي يسوي واي intaan aynu ka gudubno waxay kala soo waxaan kala aan markaan isoonku aanu ka buraynin nin yaani cunta afka iska galiyay oo inta cuntada afka isagoo cunti isagoo suxuuranaya u dam 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 ka sii dabadeedna seexday subhanallah oo cuntada afka ay ugu harsan tahay badi dabadeedna uu soo kacay barqadi 12kii ama 10kii ama 9kii ama 8kii uu soo kacay uu isfiriyay afkiisa ba cunta ku sii harsan أعوذ بالله كاتا صونكي ما كبريا كما بريا كا صونكا أو أصبح وحكوا بريستي في فيه أفكي سو طعام عنت كوتشرتو فلفظه وطفين مركا وطفي أي لا يفسد وحلو غتش إذا مبرين إيسا صونكا صومو أي لا يفسد صومه صونكا كما بريا شخصيا لأنه لم يبتلع سببت وحوي مولق عنتدي مولق لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر مولق عنتدي يعني ان ماركي يعني سبحان الله واجي ودلاعي كدب واجي ماركي ودلاعي كدب عن تمولقين لكن يعني نعسني ما قاديو هل كي وكل غلق الله ايو سبحان الله يسوع عن تو عني تبدلنا وكسيحري صبحي ما كوساك عينا يعني عن تدي وافك يسوع يمي هديانو اللقين كما بوري سمر كان صومكي وات فهمتين صوم هولا لين waxa kaloo aan isoonki ku buraynin aw iqtasala qofki wuu qubaystay wuu qubaystay soonki kuma buraya hadii qofki wuu qubaysto soonki kama buray ay iqtasala fadakhala almaa'u an ila halqihi qof ba qubaystay dabadeedna markuu qubaysanay ayaa biyuhu ku qubaysanayaba afkun bay ka galeeno halkan dhuuntun bay biyuhu gaadheen ma buraysa soonki فإنه لا يفطر صون كاس كما بريسو لعدم القصد سببتو أهوال عليال أن أمو تشيدنا ما أمو قصدين هدي أتشيد دي سو إساقا يا هيد بيها إسكو صوشب تبدأت نوو حقام إنت مر بس أو شب تدو العياد في الله أن هكو قد دادتو سبحان الله دي تاكتا هاي أو أتشيد دي سو إساتا هاي ويكب ريسا لكن هدي أي كتا هاي سبحان الله أن قصد الآن أنه قصدين وبيه كورك سيغا شو بيه مركا أي وحوغا أي أفكي سيسو غادانو أي هكان دون تا مركا أي وسو غادان مركا ولا ليال كما بري سوصنكي كما بري مركا وحا كلانو صنكي كو برينين أو تمضمض تمضمض وامح بيه بو أفقلي ومركو ويسيسان يوي مركو ويسيسان يو وحا كرتاع الاستنشاق والمضمض استنشاق waa qofku inuu sanka biyaha ku raariciyo sanka uu galiyo subhana allah ama inuu marka afkiisa uu luqluqo tamadmudku waa inuu afkiisa uu luqluqo oo biyaha marka afkiisa uu ku shubo hadii hadaba qofki weysaysanay uu biyaha afkiisa uu galiyo oo biyihi marka uu ku weysaysanayay ay marka waxooga dhuntiisa ay gaanaan ma buraysa sonki ma buraysa ay waxa waya ay fadakhala almaa يعني نم بابيه با وحي كغلن افكي الى حلقه افكي سيب غارن انت سوغ لغلقان يا ويسسن يا افكي بيه كغارن لم يفطر كما بريس سونكي لعدم القصد سببتنا وحوي ومو قصدين ومو قصدين ولا لي وهي كان كما بريس او استنثر ان ام بيه بو سنك كرارعي او واتي وحن ندي افكي مركو لغلقدي بيه halkan dhunta gaaray kama burayso way umu jeedin qastigiisuna sidaa ma yahayn waxa ay ahayd luqluqo oo weysada si fiican weysays
لكن كان بيهي بو سانكا سيدا ugu raariciyay marku ku raariciyo biyihi sanka geeyay ayaa waxoogaa ba waxay gaadhay dhuntii ma buraysa sonkaas lam yuftir ma buraysa sonkaasi li adami alqasd sababtuna waxa weeye umu qasdiyan qofkaasi ujeedadiisa iyo hadafkiisuna sida ma yahayn subhanallah wayahay waxa kale marka aad ka soo qaadaabu ku yiri aw zaada ala thalath ويسيس ويسدي وقادنا أي أيو صدح شر وح كبدان أي أبو ويسيس تي ده بدأ دنا وون اللقلق ده مر ميت صدح شر وح كبدان بول اللقلق ده سيدو كلا سان كان بيها وحو قليي صدح شر وح كبدان أيو مركا قليي سوى مركا أنكو تلحتاجين مدبور إيسا سانكي أي في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء oo biyihi markaa uu madmadeeyo markaa cunto biyihi ba afka galiyay ama sanku galiyay oo saddex jeer wax ka badan buu biyihi afka iyo saddex iyo sankaba uu galiyay afka iyo sankaba kaana lam yufsid sawmuhu sawmkiisi markaa walaalayaal kaana kama buray waayahay waxa kaloo ka mida walaalayaal aw baalaga aw baalaga yacni qofkii inuu أو بالغ قفكي مركا إن بيه وقليه إن وقليه مركا إن وبيه وقليه سنكي أو أي بيها سي فدخل الماء ولا حلقيها أي هل كان قاعدين وكتل احتاجي مركا وكتل احتاجي بيه بكتل احتاجي مركا بيه أي كتل احتاجي استنشاق فربدنا يسميه سبحان الله كام كبر إيسا سنكي أي بالغ في الاستنشاق قفكي با وحو كتل احتاجي بيه وسنك كراريعيني أو المضمضة أما وحو كتل احتاجي ولا ليال بيه وكل قلقاني لم يفطر صون كاسي كما بريو مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما أيضا وليبا لكراهي يستو إن قفك صوما إن أبيها حب أقول راريعي سنكيسا ما أفكيسا ولا كراهي يستا ولا كراهي يستا أو حديث كي النبي قايا شيقي الله حب marka biyaha ugu raaricinin marka aad sooman tahay laakiin marka aanad soomanayn xoog inaad ku raaricisid sunnada nabiga ayay ka mid tahay laana meelahan shayaadinka iyo meelahaas uu hoydiyo jimanka uu hoyda marka biyaha markaad sidaa sanka aad u weysaysanaysid waa inaad xoog ugu shubtaa sanka si ay marka waxyaalaha shayaadinta halkan huruda ay u bakhtiyaan oo marka subxaanallah ay uga soo baxaan khadka meesha uga soo baxaan walaalay وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن قفك صوما ولا كراهية استنوا بيها حوق وصنك وقرا رعيو هدي بدا عدنا يعني صنك كما برايو يدل لأوجيه ولي بين كراهيتها يا رنتاس وايهي هل يجوز ما هو بنان تايل صايم قفك صوما ان يستعمل انو اديكسدا الفرشاة والمعجون انو اديكسدا برشكا برشكا افكا هي ما كانت دوادة عليك بروشكا هي الدوادة عليك ما هو بنانتهي قفك صومن إن واديك سيدو الجواب جوابتو وحوية يجوز هو يبنانتهي قفك صومن أو بروشكينا وكو عادا ينكرا دوادة عليك اللفتك دانا ومرسان كرا لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق لكن سيدو وناكسن أما يعني مروالبا بريودتي غالي ama la horumarinaya waxa weeye inaanu qofku adeegsanin macjuunkaas ama dawada cadayga inaanu adeegsanin sababtoo ah dawadaasi way yara adag tahay oo waxa dhici karaysa inay halkan dhunta soo gaadho oo marka ay u talawdo marka waxa wanaagsan inaanad isticmaalin balse haddaad isticmaashidna wax dhiba ma leh soonkiina kuma buray soonkiina kuma buray walaalayaal intaa ma fahannay mise dib baynu ugu laabanaa jawaabta idinka ayaan idinka sugayaa insha allahu tacaala haddaa fahamteen haabad soo qoraysan haddii mugdi uu ku jirana meelihii mugdigu ku jiray baad ii tilmaamaysaa si aynu uga faa'iidaysano waqtiga adiguna aad ila fahantid laana waxani waa mid aan aniganay khusaysa adigana ku khusaysa waa soonkeenni iyo salaadeenni waa darsi muhiima weyn subxaana allah bushra waxay tiri haa nacam waan fahamnay waad mahadsantahay xamdi sidoo kale waan fahmay ayay tiri maasha allah tabaaraka allah haddii qofku marka aanu fahmin muuqaalkan ayuunbuu dib u daawanayaa muuqaalkan ayuu dib u daawanay waaye fasal kale ayaynu gudbi doonaa insha allahu tacaala khayr allah idi siiyo fasal kale ayaynu gudbi doonaa diinteenna waa nasteexo aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran
walaalayaal muuqaalkana waad sii sheer garayn kartaan si dad badani ay uga faa'iidaystaan oo dad badani ay nolo wadaagaan khayrka iyo weliba axkaamta soomkooda marka ay uga faa'iidaystaan. Faslun waa fasal cusub baynu bilaabaynaa mar haddii aad fahanteen walaalayaal. قوله ومن جامع في نهار رمضان فعليه القضاء قف با مركا ان ومن قف كي جامع حديد جوجلد لو وداغي هويني دي في نهار رمضان مالين تعد بشر رمضان فعليه كا وحل يقول لي يهي القضاء يعني وحل يقول لي يهي نوسو قال ليو ان بشي مالتي كتكتب ايا يقول لي يهي لانه افسد صومه qallaha waxaa lagu yeeshay soonkiisi buu buriyay soonkiisi ayuu buriyay waxa kale lagu leeyahay wal kafaratu iyo kafara gud wani wani dambiyada waaweyn ayay ka mid tahay inuu ninku ama haweenaydu xiriir gogoleed ay dhex marto maalinta cad ee bisha ramadaan subxaanallah hadayba dhacdo maalintaasi kuma jirayso oo way ka burtay sidoo kale waxaa lagu leeyahay qallo waad soo qallaynaysaa sidoo kale waxaa lagugu yeelanayaa walaaliyaal kafaara gud ayaa lagugu yeelanayaa kafaara gud weliba culus tahay sida kafaara gudka aad u bixinaysid ayaa lagugu yeelanaya sidoo kale waxaa lagugu yeelanayaa alimsaaku inaad afka xidhatid leanno adiga badda galay oo maalin ramadaan subxaanallah soonkii iska buriyey marka afkana waad xidhanno cunto dambena cuni maysid bisha ramadaan iyadoo adoo la xurmaynay waayahay qalluhu dee waynu garanno soonkii wuu fasahaadiyey waa kow kafaara gudkani xaguu ka yimi kafaara gudkani wuxuu ka yimi ay wajaba calayhi alkafaaratu kafaara ayaa ku waajibaysa ama kafaara gud baa ku waajibaya qofkii markaa sidaa ku kacay bishii ramadaan maalinteedii falkaa sameeyey waayahay ixtiraaman kafaara gudkaasi wuxuu u yimi ayadoo la ixtiraamayo lizamani zamankan iyo waqtigan وبناء على ذلك ايضا تعلق الدولة يا اما لقى ان لقى الشيدا القادنا ايو لو جامع في قضاء رمضان كسو قد بكوري نقف با مركا ان وحسو من يهي صون ان وسو كذا يا مالما كتاقي بشي رمضان قف با لبا مالمود با رمضان ايو كتا ايا كتاقتي او سفر ايو اها لبا دي مالمود ايو سو كذا يا مالين انا هين بشي رمضان maalinta aan ahayn bisha ramadaan wuu soomay laakiin wuxuu soomay maalintii qallada ahayd ee ramadaan ee lagu lahaa qofka sidaa ahi haddii uu xidhiidh gogoleed uu la sameeyo haweenaydiisa waxaa lagu leeyahay un maalintii uu markaa yacnii uu soonka iska buriyey unbuu markaa uu la imanayaa oo uu soo qallaynaya laakiin kafaara gud laguma yeelanayo hadalkaas aynoo soo socda marka waay لو جامع هتي قفكي وجامع ولا سميو في قضاء رمضان مالين ان رمضان هين لكن مالين كتكتر رمضان هو سو غداي اما سو قلينيي هدي فالكا وسميو وليس في رمضان بشر رمضان انا يا هين فالقضاء واجب روح كل يكو واجب نقن هي انه سو قليه مالينتا وليس عليه كفاره كفار جدنا لو ملها لانه خارج شهر رمضان محيالي بشي بركيسنه در رمضان ما بي اهين بخلاف ما إذا كان في الشهر وحتى بدل كيدا يعني خلاف سن بش رمضان هدي أي تهيف عليه الكفارة كفارة قد بل قول لي كفارة قد أي اللي قول لي ولا ليال هدي قف صون سنة أهو سومن يهي أو مركا ولا ليال أما صون فر الله قليه سو سومن يهي أو مركا فالكاسي ودعو حديد كا قولي دي سنة يهويني دي سايدح مرتو ay dhacdo marka shakhsiga walaaliyaal waxa lagu leeyahay qalladii inuu soo gudo laakiin bisha ramadaan dhexdeeda hadday dhacdo maalinta qallahiisana waa lagu leeyahay kafaara gudna waa lagu leeyahay waa kala fahantay man filay wa in jaamaca hadii qofkii uu jimaacu la yimaado ama xidhiidh gogoleed uu yimaado duuna alfarji marka laga yimaado labada xubneed ee taranka meel aan ahayn fa anzala waw kaanat almar'atu ma'duratun aw walibana shahwana ay timaado ama gabadhii ay macduura tahayo yacni ay cudurdaar ay haysato sharaxeed weynoo soo socda wallahu laa yastaxyi min alxaqi allana xaqa kama xishoodo hayaabinoo haysdhihin wadaadkii maanta waa maxay warkanu sidan u balballaadhinay leanna waxaa loo balballaadhinaya walaalyaal waa axkaam ku khusaysa aniga iyo adigaba subxaanallah allihii soo dejiyey axkaamtanina walaalyaal kama xushoonin nebigii ilaahay loo soo dhiibayna kamay xushoonin xaqana cidi kama xushoonto walaalyaal
marka dhegaysta idinkuna ka faa'iideysta insha Allahu ta'ala. Aya aftara nimba marka huwa wuxuu aya aftara wala kafara in jamaa duna alfarji kama law jamaa bayna fakhdhayha wuxuu ku dhahay yani waxa looga jeeda haddii qofki marka aan ay xiriir gogoleed u yimaado meel aan furuujta ahayn, furuujta aan ahayn, furuujtu waa waxa weeye xubnaha taranka meel aan ahayn, ayaa marka ayuu marka walaaliyaal kama law jamaca bayna fakhdayha aw ma ashbaha dalika, sida marka tusaale ahaan fakhdaynka oo kale haddii marka qofkii uu jamaac oo kale halkaas uu ka dhaco, fa anzala waliman shahwa ay timaado فعليه القضاء ولا كفارة عليه وحل يقول لي يا هاي مركا إن مالين تبو سوق اللينا يا كفارة قدنا لغو مالها كفارة قدنا لغو مالها هذا بقى إنو سيق إنو غوب شرح إن مركا أو ولي بسوكو بإن وحا إن أفعرا بدأ إنو قرن وهي أفصى مالي إن مركا إنو شرحنا ينسفي عنو فامن وحكو ده وذاتك ولا ليا إن هدي حريد جوجلات ودحمرنين يا حاسكيسي إسقبي ودأي دحمرتو oo marka maalin naharu ramadaana ay tahay maalin ramadaana ay tahay soonki wuu ka buray waa ka weyn garanayta kafaara gudna waa lagu leey kafaara gudkuna wuxuu yahay weyn soo socota ama lixdan miskiin buu quudinaya ama laba bilood oo sida isugu xiga ayuu soomaya ama qor ayuu xoreynaya qof adoona buu xoreyni weyn soo socota kafaara gudku waxay tahay walaalayaa laakiin taa beddelkeeda meel aan furuujti ahayn ama labadii xubnada taranka aan ahayn ayaa marka ay hawshaasi ay ka dhacday sida fakhdaynka ama bowdada oo kale wallahu aclam wallahu laa yastaxyi min alxaqi allana xaqa kama xushoodo halkaa mar walba waan sii raacinaya lianno dadka qaar baa dhibsanaya hadallada sidaas oo kale ah marka walaaliyaal inagu waa diinteenni iyo axkaamteenni baanu ka warramayn marka walaaliyaal shaksiga qalle qallo keliyun baa lagu leeyahay kafaara gudna laguma laha lianno waxa kafaara gudka lagu yeelanayaa marka labada xubnooda taranku marka ay isu tagaan وعلم من قوله أو كانت المرأة معذورة ماشي ودهي هديها وين دو أي معذورتها هي أما يعني هوين دو أي عذورتارة هي ستو هل كان واحد لقى فهم بوك يوري أنه لو كانت المرأة مطاوعة فعليها القضاء والكفارة هديها وين دي سننك أي سيدا كويا شيء أو مركا أي يعني أي كوى داعدي وحيدنا لقويا لنيا waxaa lagu yeelanayaa inay maalintaas soonka ahayd Ramadaan inay soo qallaysay iyo kafaara gudkiiba waa lagu yeelanayaa kafaara gudki iyo waliba maalintii qalladeedii waa lagu yeelanayaa laakiin haddii haweenaydii la qasbay ama laga xoog weynaaday marka waxba laguma yeelanayo xitaa soonkeedii haddii la qasbay soonkeedii marka walaaliyaal wuu sii soconayaa wax kafaara gudoo lagu yeelanayaana ma jirto weyn فإن قال قائل هدو قفو كدهبو كيري ما الدليل على وجوب الكفارة محاو الدليل إن كفار قد وما شيء من يمحاو الدليل هدو اللي قده محاد كو شوابسة وحاد كو شوابسة ولا ليا حديث كي أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا نمبا أتى وحو يمي رسول الله رسول كي لهي بو يمي صلى الله عليه وسلم فقال نكي با وحو دهي هلكت رسول الله وان هلاك سمي فقال وحده رسولك وما أهلكك محاك هلاقي قال وحده ننكي وقعت وحنتقي على امرأتي في رمضان هوين دي دي بنتقي مالي تعد بشر رمضان ينتقي قال وحده النبي هل تستطيع ما أود أن تصوم شهرين متتابعين إن آت صونتو لبا بلوت أو ودا السعودة لبا بلوت أو ودا السعودة ما سومي كرتا قال وحو دهي نينكي لا رسول الله ما أودتا سبحان الله لابا بلودة ودا سعودة ما أودي كارو وكفار قدك ويا وانا حديثك دليل كاه قال وحو دهي رسولك هل تستطيع ما أودا هدبا أن تطعم 60 مسكينا إن تقودي سيدي لحدا مسكين ما أودا لحدا مسكين ما قودين كارت قال وحو دهي نينكي لا رسول الله ما أودا كان ثم جلس الرجل نكي وحو اسكا فريستي مارك نكي نبيغا هررتي سي يا اكتي سيبو فريستي صلى الله عليه وسلم فجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر وحلو كان مارك نبيغا تمر نبيغيبا وحلو كان تمر اي الله كان فقال النبيغيبا وحو كودا هاي خذها قادة تمرتن وكيو لنكي ماشا اكتي سفردي اي وحو كودا هاي قادة تمرتن تصدق به
ku sadaqayso 60 miskiin ee marka kafaara guudkaaga ahaa ku sadaqayso. Qaala ninkii baa wuxuu yidhi atasaddaq rasuulallah, maana sadaqa bixinaya, maana sadaqa bixinaya, atasaddaqu bihi calaa afqarun minni yaa rasuulallah, oo ma cid iga faqiirsan baa jirta buu yidhi rasuulallah, waa kuma ka faqiirkee magaalada madiina ku nool aniga ila midka ah ee lagu sadaqaysanayo. Wallaahi ilaah baan ku dhaartee maa bayna laabatayha ahlu beytin afqaru minni, allan ku dhaartee wuxuu yidhi labada buurood ee magaalada madiine dhexdeedu ay ku taallo ma joogo qof aniga iga faqiirsan mooyaane, aniga ah qofka ugu faqiirsan magaalada madiina ayuu ninkii taagan yahay. Subxaanallah. Fadaxika sallallahu calayhi wasallam, markaasuu qoslay rasuulkii allah sallallahu calayhi wasallam. Thumma qaala, markaasuu dhahay rasuulku utcimhu atcimhu ahlaka, haddaba sadaqada qaado ehelkaaga quudi, ehelkaaga quudi. Sallallahu calaa sayyidi alawaliina walaakhiriin, sallallahu calaa axmed sayyidina maxamed sallallahu calayhi wasallam. Sidaasuu dhahay rasuulku sallallahu calayhi wasallam. Xadiidkaasa markaa u daliila, xadiidkaas ayaa markaa u daliila kafaara gudka. Markaa 60 miskiin ayaad quudinaysaa laba bilood oo markaa isku xiga ayaad soomaysaa, haddii qofkii aanu awoodin markaana wuxuu markaa bixinayaa walaaliyaal, lixdankaa miskiin ayuu quudinay. Fa in qaala qaailun, haddii qof uu dhaho ka warrama ma daliilu, maxaa u daliila calaa wujuubi lkafaarati cala lmar'ati, kafaara gudkaasi in uu markaa ku waajibayo gabadha, inuu ku waajibayo, maxaa u daliila hadduu qof saa uu ku dhaho, maxaad u jawaabaysaa? Wannabiyu, nebiguna calayhi salaatu wasalaam lam yadkur fii haada alxadiidi anna cala almar'ati kafaaratun maca anna taakhiiri lbayaani can waqti alxaajati laa yumkin. Wuxuu ku dhahay walaaliyaal, ka warran maxaa daliilu noqonaya ninkii garanaya, ila nin baa u yimid nebiga oo u sheegtay arrintiisii, laakiin gabadha maxaa u daliila in iyada kafaara gud lagu leeyahay? Ila gabadhii nebiga iyadu uma imanin, fatwana kamay dalbanin nebiga, waxaana la og yahay buu ku yidhi in arrinta markaa subxaanallah in caddaynteeda in dib loo dhigo xilliga loo baahan yahay waxaan suurtagal ahayn inay tahay. Hadduu qof su'aal sidaasa ku weydiiyo, maxaad ugu jawaabaysaa? Aljawaabu, jawaabtu waxay tahay buu ku yidhi anna haada arrajula, ninkii nebiga u yimi istaftaa can ficli nafsihi, isagu wuxuu nebiga fatwada uu weydiiyey, su'aasha uu weydiiyey waxay ahayd ficilkii isagu uu sameeyey, isagu wixii uu sameeyey ayuu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam. Waalmar'atu, gabadhuna lam tastafti, iyadu may weydiinin nebiga. Wa xaalatuhaa, xaalada haweenidaasina yuxtamalu, waxaa suurtagal noqon karaysa an takuuna macduuratun, inay tahay gabadh markaa cudurdaar leh, waa suurtagal. Aw mukriha, ma waxaa suurtagala in la qasbayba. Aw tuxtamalu an takuuna mudaawica, waxaa kaloo suurtagalaba inay ninka markaa ay yeelanayd odaygeediina yeeshay ayaa suurtagal. Saddexdaasiba markaa suurtagal weeye, yacni macduura bay ahayd oo cudurdaar ayay haysatay ayaa suurtagala, ama in la qasbay baa suurtagala, ama inay ninka ogolayd ayaa suurtagala. Saddexdaasba suurtagal weeye waaye. Falamaa lam taati, markii haddaba aanay u imanin gabadhaasi, aanay nebiga u imanin, oo watastafti, aanay nebigana fatwada weydiisanin, sakata canha nebiyu calayhi salaatu wasalaam, nebigu horta wuu ku aamusay. Walam yadkur anna calayha kafaara, manuusan sheegin in ayada lagu leeyahay kafaara gud. Walistiftaau laa yushtaradu fiihi lbaxu can xaali shaksi laakhar, qofkuna fatwa dalbashada laguma shardiyo inuu qofku uu weydiiyo xaaladda qofka kale. Yacni hadigu haddaad fatwada aad weydiinaysid qof, qasaba ma aha inaad qof kale fatwadiisa ama xaaladda qofkaa kale inaad weydiisid, markaa qasab ma ah. Wal aslu, asalkuna waxa weeye tasaawir alrijaalu waalnisaau fi laxkaami ilaa bidaliil, in ragga iyo dumarkuba ay xagga xukunka islaamka iyo sharciga ay ka siman yihiin, ilaa iyo laga helayo daliil kala saaraya mooye, ilaa la helo daliil kala saaraya mooye, ragga iyo dumarkaba xukunku wuu u siman yahay. Laakiin haddii la helo xukun kala saaraya oo dhahaya gabadhana tanaa lagu leeyahay, ninkana sidanaa lagu leeyahay, markaa waa la kala saaraya. Laakiin si guud mu'miniinta oo dhan iyo muslimiinta oo dhan xukunka islaamka way u siman yihiin, saasaa u daliila. Marka waxa weeye, maadaama aanu jirin daliil cad oo sheegaya kafaara gudka gabadha laguma laha, aan dhahaynin haddaanu jirin, marka macnaheedu waxay noqonaysaa yacni xukunka gabadha iyo ninkuba isku mid bay ka noqonayaan, ma jirto daliil kala saaraya, marka gabadhana iyadana kafaara gud ayaa lagu yeelanaya. Waay.
كفارة قد أيا لغو يالاني أن ولا ليال إنت أنا مثل فهمني ولا ليال إنت أنا مثل فهمني خير الله يدين سيئة ما شاء الله تبارك الله من وعن بد كهيسان أن وحنا في ليا أن خير الله يدين سيئة. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم نبي صلى جيسين هالك صلوا سقري صلى الله عليه وسلم ما فهمتين ولا ليال أن مسكي واحد تليها لول واحد تليها أن ما شاء الله تبارك الله ويا هون كجود بين هدي فهنتين ولي بوا هدي مركا عن شانس كيف فايدة سنكر أو يعني وقت جمع ركتي إن إنت تفسير كل جارين صدم دقيقة دوت بيا هري كتاب كل ودير يه اللي حمل مودو كل يال الدنيا إن أنكو سو جب جبيو مركا ولا ريال وان كيف فايدة سنيا وين أنا سوكل بحين الناس عدا هاي كيد بالكين تنوبنان إن شاء الله تعالى وي وإن جامع وحكدا هاي قوله كورا وإن جامع في يومين وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة وحكو ده هاي نمبا سبحان الله حريق قلت بو أي دحمر تي لابا مال مدو سمية فالكي وكوكا لابا مال موت أي وكوكا عي فالكي نوعا هاي أو حريق قلت ولو داك يهوين دي سمال انتي عدي ده رمضان لابا مال موت بو سيدا كوكا عي أو كرره أما هل مالين بكوكا عي لكن ولو تشيركو سوع العلي في يوم واحد يعني مالين كلي ياي دور تشيركو سوع نقنقوت ولم يكفر كفارة قد كنا مو بحنين ما حاكو واجب يكا فكفارة واحدة هل كفارة كلي ياكو فلان هل كفارة كلي ياكو فلان وفي الأولى إثنتان هدي يعني قفكي وبحيي كفارة قد كي وكيهر بحيي مثل لبادنا وكوكا عي فلنا عاسا كفارة قد كلو لباد بل نقول لي وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارته ثانية هدي ومر كافلك وكوك عين وكور رميني كدبنا وكفار جذو بحيو هدنا مر كلو فلك كوك عمر لباد مالنتي لباد يعني هدنا وحلقو لي هي كفار جذو لباد يا اللي لي سبحان الله شرح هدي وينص سعة مرك ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين مؤلف في كتاب قرأ وحو الشاقي لبا مسألة أيها الكوكو الشاقي الأولى تكواد وحيتها ولا ليال إذا جامع في يومين هدي قفك وفلك يعني كور رميني وكوك على لبن مال الموت لبن مال الموت وكوك عي بأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني فإنه يلزمه كفارتان وعكو ده مؤلف في كتاب قرأي هدي قفك فلك يعني كور رميني وكوك عمال انت رمضان أنت تصال أهان رمضان كوديدة إيا رمضان مالنتي أي لبا أهيد بكوك عي قف كم حكوا اللازم وحكوا اللازم يلا بك كفار جد لا بتشير بو كفار جدي لا بتشير أيو كفار جد لا إيماني سبحان الله وإن جامع في ثلاثة أيام هديو فلك كوكع مالنتي رمضان صدح مع المودنا فثلاث كفارات وصدح كفار جد وهكذا ساس وسعنيس هدو طمن مع المود بش رمضان وكوكع وحلا جربا كفار جد أيو كدا شيخي كفار جد يا مالنك استلا جربا waye taasi marka waxa weeye waa sidoo maalif fi kitaabka qoray uu dhahay weeye waqila waxa kale la dhahay la yalzumuhu illa kafaratun wahida waxa kale la yidhi maye ee hal kafara gud oo kaliya ku filan idha lam yukaffir an alawwali wa hadiyanu bihinin tii koowaad kafara gudkii hore hadiyanu bihinin hal kafara gud oo kaliya ku filan liannaha kafaratun min jinsin wahidin sababtuna waxa weeye كفارة قد كان واحد لقى بحين يا شيء كلية هل شيء كلية واح ما ها يعني فلل كلا جدوان لكن واسكو فل اسكو شيء اه ايا لقى بحين اسكو جنس واحد اسكو شيء اه يعني اسكو نوع اه واح اسكو نوع با كفارة قد كان لقى بحين يا فاكتفى فيه بكفارة واحدة مركا واح كفلا كفارة قد كلية ايا اهن علماء دقار بساد اهن وهذا القول قول كسيدة اهي وإن كان له حظ من النذر أي ذو وليبا قول كاسي أما هذا الكاسي هو يهمد يعني إن أي أذكت هايو إساق اللفتقي سنو يهي قول معتمد أما لا لحوشن كرام الله قادن كرا إساق ويهي لكن لا تنبقي الفتية بي حتى نما بنانا أما ما هبونا بنو جدنا إن لغو فتوى ضدتك الله فتوى ضد الله شيغو لأنه لو أفتى به هدي ضدتك سيدا الله شيغو أولا دهو مالين كليا كوكو فلان أيامه يردن سالة دهو لانتهك الناس حرمات الشهر كله
bisha oo dhan ayay iska xalaashanayaan maalintii, subxaana allah, oo ay dhahayaan bisha oo dhan ayaan waxba waan iska qasanaynaa, subxaana allah, laa ilaaha ila allah, halka faaruguud keliyaan aynagu filan, subxaana allah, ayay iska dhahayaan dadkii. Marka ma wanaagsana idinkuna culimaa tihidin, marka waxa weeye waa in lagu adkeeyo weye mas'alada oo ah la dhaho maalin kasta oo falkaasi uu dhacay kafaaraguud sideeda u madax bannaan ayaa lagugu leeyay. Toban maalmood ha noqoto, tobanka maalmoodba waxaa laga rabaa yacni inaad kafaara guud sidiisa u madax bannaan. Toban maalmood markuu yahay waxaad yacni waxaad la imanaysaa laba bilood oo sideeda u buura ah, oo marka maalin kastaba kafaara guudkeeda ayaa laga rabaa. Lixdan miskiin haddii maalintii aad qiibin aad yacni uu qofkii uu falka ku kacay uu quudinayay, sagaalka maalmood ee kalena waa inuu maalin kastaba lixdan maalmood uu lixdan miskiin waa inuu quudiyaa. وهكذا ما كان مسألة وين لا أتكيا لأنه هدي كل عيد والبويس كسر دع يسويه الحدود دي ما مركان لقو صد هذا نيوي تاسوا سيد علماء قارئ هنوي. المسألة الثانية مسألة سوى مسألة دي وذاتكم مركان ورك هذا لي قيبت إلا بعض بري مننا إذا جمع في يوم واحد هدي قفك مركا أن وفلك أن كور رميني مالين تعاد رمضان وكوك عيي يعني هدي وهل مر هل مالين ولي ما تم een fi yawmin waahidin marratayn laba jeer ama wax ka badan uu la yimaad laba jeer buu falkii ku celiyay isla hal maalin fa in kafara can aljamaaci alawal lazamahu kafaratu thaaniya hadduu jamaaci hore ama yacni xidhiirkii gogolade hore haddii uu kafaara guud uu ka bixiyo oo maalintiiba uu bixiyey maalinta labaadna lazamahu kafaratu thaaniyatu can aljamaaci thaani waxaa ku laazimaysa sidoo kale كفار قد لباد او مركا لغا كفار قد يو يعني جماعي يحرير كي كالي اي مركا مالين تي لباد اما اسلا يعني اسلا هال مالين بيا هيد لكن مركي لبادنا ميد كلا لغا رما مركا ميد كلا يا لغا رما وإن لم يكفر عن الأول هدانو كيو هورانا مركا عانو بحنين أجزاء عنه أجزاؤه كفارة واحد واحد كي قد يسو كلي كفار كلي halkan way yar ka kan tahay wayna yar culus tahay sida loo fahmayo waana ashiya marka walaalyaal masaa'il isku soo laablaabanaysa isku soo noqnoqonaysa waana masaa'il marka isku soo laablaabanaysa laakiin aynu imika insha Allah ta'ala aynu sheegno way waqi wa nisokobiya marka dama dib ugu laabanayaan waan idin soo koobiya insha Allah waqila waxa kale la yiri la yalzamuhu kafaratun ani thaniyati markii labaad kafaara gud dambe laga marabo li'anna yawmahu mahayala malinti فسد بالجماعي صونكي وابا كان كبريو واكي جماعي وسميي وكغبري الاول كي هره وكغبري فهو في الحقيقه سيد حقيقه ده اسغ وها وهي غير صائم وقفان صومين وان كان يلزمه الامساك ايدا ولي بلوغ يا هي قفكي ان اي كل لازم يسو ان وافكي سو خدو يعني وحي مفترات كي صونك برينيو او دن وكصومو اسغو ماركا صونكنا ان لو انصح يعني صونكو كما انصحيو لكن امساكي هو كو واجب يا ما كل لازم والكفاره كفاره قد كنا تلزم وحي لازمتا اذا افسد صوما صحيحا ومرك وقفكو صون صحيحا وبريو اما او صون كاس اسكا جبيو وهذا القول له وجه من النظر قول كلفتيس يعني وحلا اعتماد كرو او خوغن ويهي نسغ لفتيس ان هلكا كل لابتا ماركا ولاليا ان هلكا ديب اوغو لابتا سي ماركا ولاليا اينو او فهمنا وي لبا شي بو وداتكو كا ورمي لبا شي ايو كا ورمي ميد وحا ويهي قف با ماركا فالكي وحو كو كعي لبا مال مود او كلا دوين احد يا سبتي رمضان ايو كو كعي احد ينو كو كعي فالكي يعني كو ورميني isiniintina wuu ku kacay labada maalmood ee kala duwan ayuu ku kacay qofkaasi haddii maalintii hore ee sabt ahad ahayd uu kafaara guudkeeda uu bixiyo isiniinina ay soo gasho oo waadana falkii uu sameeyo maalintaana kafaara guud ayaa lagu leeyahay kafaara guud ayaa lagu leeyahay culimada qaarna waxay dhaheen haddii aanu markaa kafaara guudkii aanu bixinin maalintii sabtida kafaara guudkeedii maalintii axadda kafaara guudkeedii haddii aanu bixinin oo waxadina isiniintina uu sameeyey oo aanu kafaara guud bixinin markaa waa la isku darayaayo waxa la leeyahay sabtidii iyo axadaadii labadii maalmoodba waad iska khasaaraysiye ee hal kafaara guud bal bixi sababtuna waxay ku tacliiliyeen ama yacni sabab looga dhigay in falkan qofku uu ku kacay uu yahay fal markaa jinsi nooc yacni nooc waaxid isku jinsi ah isku shay ah in kafaara guudka laga rabo masalada labaadna waxay ahayd walaalayaal masaladii sheegaysay qof baa yacni falkii wuxuu ku kacay
هل مالين دورشر هل مالين دورشر marka qowl wuxuu leeyahay mar kasta oo maalinta uu ku kaco kafaaragudkeeda laga rabaa qowlka kalena wuxuu leeyahay maya ee maadaama markii hore uu kafaaragudku uu ku waajibayay oo uu kafaarag yani uu falkii uu ku kacay soonkii uu ka buray badde marka waa qof aan soomanayn iyadoo la ogyahay inuu imsaaku uu ku waajibay ama uu ku laazimay haddana markuu falka uu ku kaco qofkaasi uu ku kaco falka noocaasa yacni lama mid noqonayo sidii qof soonka buriyay waayo mabuu soomanaynba walaalyeel intaana ma isla fahamnay oo ma ka gudubnaa insha allahu tacaala. ما كنت قد بنا ولا ليال مسوي لي ودي بنقول لها بنا رمضان مبارك رمضان مبارك خير الله اكسيو هيا منى واحد تري ها وين فهمني ها وين فهمي امرا يدقا الريان ما شاء الله تبارك الله وين فهمني مركا هرو نقصي سعانيا لانه انا قلفتي واحد دوني ان هرو سيسقو او مركا عن يعني aynu ka gaadhsinay insha allahu tacaala ilaa iyo safxadda 726-aad insha allahu tacaala. Sidoo kale walaaliyaal wuxuu dhahay khayr allah idin siiyo dhammaantiinba walaali baraka allahu fiikum wakada waxaa la mid ah ninti aynu soo sheegnay sidoo kale waxaa kafaara guud kale laga rabaa man lazamahu limsaaku idaa jaamaca qof marka uu ku laasimayay imsaaku haddii uu falka uu ku kaco jamaaca ah oo maalintii cadayd iska badheedho subxaanallah yacni kaas isaga laftigiisana waxaa ku laasimaya kafaara guud ayaa ku laasimaya ayay dhaheen culimmada qaar culimmada kale qowlkoodana waynu tegaynaa walaaliyaan mihaaluhu tusaalan ku siinaya buu ku yidhi rajulu nin baa musaafirun waa socot iyo musaafir weeye waa nin baa musaafira wa kaana ninkaasi wuxuu ahaa muftiran yacni nin cuntada iska cunayana wuu ah ilan musaafir weeyaano cudur daar buu haystaayo cuntadii buu iska cunay faqadima ilaa baladihi wuxuu yimi baladkiisii iyo deegaankiisii buu ninkii yimi safarkii buu ka soo galay fal madhabu madhabku waxa weeye buu ku dhahay yalzamuhu waxa ku laasimaysa ninkaas ama shakhsiga waxa ku laasimaya an yamsaka in uu afka ka xidho ama gacanta uu ka xidho waxyaalaha soomka buriya sida markaa macnaha cuntada cabidda jimaaca iyo wixii la midka waa inuu gacmaha ka fogeeyo oo ka qaad iska daayo isagoo xurmeynaya bisha barakeysan ee Ramadaan isagoo xurmeynaya hadda ma soomano qofkaas ma soomano qofkaasi socodtu ahaa cuntaduu cunayay cuntadii wuu cunayay manuu soomanayn laakiin haddana beledkiisi iyo deegaankiisii buu yimi waxaa ku laazimaya baynu nidhi alimsaaku inuu cuntada afka ka xidho oo wixii burinaya soonko dhan afka uu ka xidho sababtuna waxa weeye waa inuu ixtiraamo bishii barakaysnayda Ramadaan mar haddaad deegaankaagi iyo beledkaagi iyo gurigaagi timi haddaba qofkii noocaa aha ee uu ku laasimayay alimsaaku imsaakii yacni uu ku laasimayay inuu afka xidho ama yacni uu noqdo sidii qof sooman oo kale uu noqdo qofkii sidaa aha bal ka waran hadduu kaasi jamaacu la sameeyey haweenaydiisii maalin Ramadaan walow jaamaca faina calayhi alkafaaratu maca ana hada alimsaak laa yuctabaru lahu waxaa kaana ku laasimaya buu ku yidhi kafaara guud ayaa ku laasimaya ayaa ku laasimaya ayuu dhahay waa tusaale uu ku siinaya marka qowlkaasi waa qowlka sheegaya marka xitaa qofkii imsaaku uu ku laasimayay ayaa xitaa kafaara guud laga rabaa walqowlu thaani qowlka labaadna waxa weeye annahu laa yalzimuhu limsaak wa huwa alqowlu arraajix qowlka kale waxa weeye yacni kuma laasimayo kafaara guud lagama rabo ninka waana qowlka raajixa ah waana sida saxiixa wi sida saxiixa waa sida wi yacni qofkii socotada ahaa ee gurigiisa yimi ee ay ku laasimaysay in uu gacmaha ka xidho waxyaalaha soonka buriya isagu mabuu soomanaynba laakiin haddana waxaa la yidhi maadaama bishii barakaysnida xurmaysanaad lagu jiro waa inaad afka xidhataa oo iska ilaalisa waxyaalaha soonka buriya kiibaa markaa shakhsigaas oo aan soomanayn ayaa haweenaydiisu jamaacu la wadaagay kaa waxaa lagu yidhi falka uu sameeyey wax kafaara guud oo markaa laga rabo ma jiro leanno mabuu soomanaynba oo socota ayuu ahaa qowlka labaad ee sidan dhahaya ayaa raajixa oo xooggan oo saxiixana weliba ah waman jaamaca wahuwa mucaafin huma marada aw junna aw saafara lam tasqud wuxuu ku yidhi nin baa subxaana allah falkii buu la yimi oo maantoo dhan waa falkaasaynu ka warramaynaa jazakum allahu khayran
marka waman jaamaca nin baa markaa xidhiidh gogoleed buu haweeneydiisi la wadaagay ama dee haweeney baa ninkeedii la wadaagtay wa huwa mucaafin shakhsigaasi uu markaa uu caafimaad qabay uma marada labdabadan markaasuu xanuunsaday ninkii markii hore uu caafimaad qabay laakiin waa lagu soo booday uno maalintii uu xanuunsaday aw junna ama waa lagu soo boodayo waalib uu gaadho uu waashay aw saafara ama socoti iyo safar buu noqdayba lam tasqud kafaara gudkii kama dhacayo lam tasqud kafaara gudkii ma dhacayo xitaa hadduu waasho weeye iyo hadduu markaa xanuunsta weeye adigoo caafimaad qaba ayaad falkan samaysay weeye kafaara gudkiina waa laga raba ay waxa sharaxaaddii buu ku geliyay imik ay waxa looga jeedaa jaamaca waa nin markaa jimaaci la yimi wa huwa mucaafin isagoo caafimaad qaba dabadeedna uma marada wuu bukooday fii atnaai nahaari maalintii naharu ramadaan maalintii ramadaan ayuu markaa xanuunstay intii maalinta ka hadhay buu xanuunstay ninkaasi bimaradin xanuun buu xanuunstay markaa yabiixu lahu lfidru ay u bannaantay inuu cuntada iska cuno maalan qofkiiba waa lagu soo booday dhiikar baa ku soo booday isagoo caafimaad iska qaba subxaan allah markii hore intaa caafimaadka uu qabayna falkiibuu ku kacay halkan iminka markuu in yar joogan dhiikar baa ku booday waxaa la leeyahay ama dhiikarku ha kugu soo booda wadaadow ama xanuunsa ama iska daa markaad caafimaadka qabtay soo falkan kumaad kicin haa kafaara gudkii baa lagaa rabaa fatalzamuhu lkafaaratu kafaara gudkii baa lagaa rabaa maca annahu fii aakhiri nahaari yubaaxu lahu an yaftura ayadoo weliba aynu ognahay in maalinta gelinkeedii dambe intuu xanuunsanayoo dhan loo baneeyey inuu cuntada iska cunay lawaa ka xanuunstay لكن نقول هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة سببتنا وحوية ولا ليال مركو فلكا كوكا عاية واد عافي ماد قبتوي مركات فلكا كوكا عيسي واد عافي ماد قبتوي سبحان الله إن كفا إن يعني عذر دار كان قفكي وحو هلين مركي وحنوستا أي عذر دار كا او هلوي مركا وحكوا تشبيسا ولا غربا كفار غودكي وهدي وفلكا كوكو كدبدنا وحنوستا اما او واشو اما يعني سعود يسفر وسو غلا مركا وحل لي هي مركا ود عافيمال قبتي ود لي من نسا كفار غودكي ولا تجب الكفارة لكن كفار غودكو كما واجبو بغير الجماع في صيام رمضان وحان جماعة هين وحان يعني حدود جوجل هين كفار غود لغا مربو كفار غود لغا مربو وحان مركا هين جماعة مويان جماعة يساقو وحالة دا قار كاوية ويساقو مركا وانيغا كسو الرمين فلا تجب في صيام النفل سيدو كلا كومو واجب يساقف كصومان صون كسنها ولا صيام كفارة اليمين ولا الندري ونحوها صون كقفك وصوم صون كسنها اما صون كقفك يعني وصوق لين يصوم واجب الغل لها وصوق لين اما صون قفك وإلهي درتي وندر ويليل ونكون ندريا صون كاس ما كفار يعني كفار قد كاسي كما واجبه كل يوم مال انتاس ان ايوم بكبو ريسا صون كي وكبو ريسا سيدو كلا وصوق لين يا مركا مال انتي كتاكتي لكن صونك رمضان والحرميسن يا هي وبالحرميسن وبالبركيسن وبالخيريسن وبالخير كي ادون كوردن يا عالم كي كون كوردن وكرماضي بشاس مركا ولا ليال ان عيارها مركا لو حد قدو ما بنانوي ولا تجب في الانزال بقبلة او مباشرة لان ليس بجماع ولا تجب في الانزال بقبلة او مباشرة لانه ليس بجماع سيدو كلكم واجب اذا كفار قد كو هادو قفك او هويني ديسا يعني او دونكدو ان سي توسا او دونكدو اما يانو دونكنين يعني لكن ان يعني كما واجب اذا مركا كفار قد كي كما واجب اذا kama waajibayso ina haasan walaalyaal ku soo gunaanadina insha allahu taala darsigeenni maanta intaasan ku soo gunaanadina insha allahu taala haddii aad wax su'aal qabtaan insha allahu taala wadi weydiin kartaan oo 10 daqiiqadood oo aan ka faa'iideysanaya ayaan haystaa marka walaalyaal chaaniskana wad ka faa'iideysan kartaan haddii wax su'aal ka qabtaan 10 kii wey su'aal ka baxsan 10 kan kuma jawaabiyo walaalyaal aan su'aal ku saabsan darsiga haddii qabtaan haddii aan qabanna يعني أنا يدين ويديني إن شاء الله تعالى هذا والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إما كواحد نقول بنا تنك سؤالة هذا السؤال أتقبتان كسا في سن درسيقة أهلا وسهلا هديك لنا ولا ليال أنا مدي الله بيدين ويديني
نويدي أي دهن شيخون جزاكم الله خيرا إن الله يدين حفتيهم. ويا هاي اوكي ونس انا يدين ويدين يا ان شاء الله تعالى. ويا هاي سؤال شكو واد يعني يدين ويدين يا وحي تهاي ان هدي قفكي او اندكوشو يعني ايشي او مريو ان اندكولو مريو دبديدنا اندكوشاس ولاليال اي كتف ليسا ما يكون دعضو هل كان عناها اي سو قادو سون كاسي مبوريا ميسا مبوريا هدو بوريو ان هابت سو قريسا هدانو بوري نما يبت سو قريسا واتا سواشي دكوة انكو عليا مرلبات هدي قفكي اندكوشو او اندكوشاسي مركا اي الشبكة سو دافتو تيتنا اي هل كان دون تسو قادو مبوريسا سونكي كما بوريسا بيدهن حمدات لي مايا ان ما بريسو ها بيت دي امرن امرن ان وحوي دنقد وين لا دعاوي عشر كي وي كم قني سبحان الله ان مايا مايا ما بريسو خير الله كسي فايسا يا ايان ما شاء الله تبارك الله ارتد او فير فرعون وي مايا اي دهن بارك الله فيكم ويا هي ساشا وان كغد ما بريسو سيده كلا ريان وسو قرت ان ولا ليال قف با توم با لغلي علاشا لغلي سواشي دو معي قف با توم با يا علاشا لغلي توم با داسنا وحي ودتي سليد يا حيد اما دهون وحي ودتي مركا وحيا لها لمر مريا توم بو ينكسي او فضا توشد كايو غشو ما بوريسا قف كاسنا وصومنا صونكي ما كبوريا مساكا ما بوريو هدو كبوريو ها بتسو قريسا هدانو كبورينا ما يبتسو قريسا إذ الحسن واحد تبيها ويكبريسا إن حمد سيدو كلا واحد تبيها ويكبريسا ويبريسا سببتو نوا محي ولا ليالي دينكو سببتو كدر يوا محي سببتو أي بريسو سببتو وا محي لأن واحا ويا وينات نقطان داد مركا ويحي علين كري ومركا يعني سببتي شيغي كري ويكبريسا ها ويبريسا ويبريسا أوكي سببتي لا يعدم هيو سببتا ينو باني خير الله يدسيه هادي قصيدة كلا هاوي بوري سبتين يوم منلف تجد بقى ها ما شاء الله تبارك الله إن عشرة كي وحوجا ولا ويلي يي 0.5% 0.5% ولي حتى 1% اللي مسوا قاعدين مركا إن شاء الله ويا الآن كسر عضم مركا إن شاء الله سؤال شو وشكتن سليد درتيد أي كبري سخر الله كسيهم لأن سليد داس يدوح داس يوحى سوى عوية عنتها هنا يي مركا أي نقنيسة عن تردنا مركا يعني هو بريسة ويا سؤال كلا قفكي هديه إسكي أمته ما هين اسم إسكي ما تشي أفكي سكانتي سجلي مايا إسكي بو أمته جاي ما كبريسة صانكي هدي أي كبريسة ها ساقر سبب ترى وين تراعيسة سبب تا واسيدا سين سيدا وين تساقر تا أنو مايا إيام ها إسكي سيدا دو سعطة مر ربو وحن ربا باش يا سبب أيسن شوابت يا سبب أيسن أيان ربا ولا ليال een qofkii marka isagoo iskii u fadhiya iska matagay qofka miy ka buraysa soonkii waxa muucunin sheekh sidee uga buraysa waayahay wax muucunin maya sababtoo ah uu ka yimid een muna ayaa tidi bas yaani way ka timi uno kaliya oo way ka adkaatay ma sha Allah tabaarakallah waa een soo dhaweeyseen khair Allah idin siiyo een waana soo dhaweeyseen Allah idin barakeeyo walaalayaal een kan iska dhaafo een walaaliyaa shuruud ayaa jirta laba shuruudood ayaa jira oo loo shartiyo soonka marka in uu buro soonkaas in uu burayo laba shuruudood baa loo shartiyaa labadaas shuruudood ee loo shartiyo maxay kala yihiin ka jawaab su'aashaas insha Allahu ta'ala su'aashaas midun baa ka dambeynaysa insha Allah aan ku soo gabagabeyn doonaa haddii Alla ka dhigo su'aasha ha layga soo jawaabo waxa weeye صونكو إن أو برو أو تشابيو لابا شروطات بالو شردية لابا دا شروطات دي شك نوحو كلا يهدي أن قبردو تغو
هبينك صومك محا يقوى شبه ولو تجي كرا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلهي بقران كي سوحو كل يهي وليدين حلالي إن أذهبين كرمضان تا أدلق القلمو تنوين كني وحلالوي ما لنتا يا حرانا هبينك وحلالوي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. خير لك سي جوهرة أي كسر جوابتو حي تري أن يكون عامدا وضده غير العمد وكو مدة كسر جوابتي طلبات بنور بهاني إن هو بريرو إيه إن أنو بريرين مايا 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 إن هو بريرو كليا هيا شرط يلبات بنور بهاني سي بريرة إيه سي حسو إيه حسوسا ما شاء الله لا كو حفيد فايزا شيكتي سؤالشا su'aasha ugu dambaysa ee barnaamijka aan ku soo gunaanadiyo ama aan ku soo afmeriyo ayaan insha allahu tacaala aan soo bandhigi doonaa haddii alla ka dhiga insha allah. Haddii qofku uu markaa uu ku cadaydo dawada cadayga uu ku cadaydo soonku soo kama burayo hadday ha tahay haabad soo qoraysaa hadday maya tahayna mayabad soo qoraysaa waana su'aashi ugu dambeysa insha allahu tacaala. Qofka markaa dawada cadayga ku cadayda may ka buraysaa? Zaynab waxay tidhi maya kama burayso, maya kama burayso. Maxamed baa yidhi sidoo kale, Amina sidoo kale may ويهي ما شاء الله تبارك الله الله يدين حفتيو ما شاء الله تبارك الله ان ادبو ما سنتي ولا ليال مقال كان طبعا ادبو مهم واها او حتى دروستي اورين ديغني او كان مهم سنا لانه و خو كورمي وحيالة فربدان او ادي اد فايده بدن ولا مركا ولا لي مقال كان لا وداغا ولا ليه انك لسي غنا يوغا فايده استان خير الله يدين سيو الله سبحانه وتعالى كو دم بدافا الله ينغ يلو kuwii ka faa'iidaysta bishan barakaysanee ramadaan ee khayrka iyo bashbashku ku jirana allah inaga yeel kuwii alle subxaanahu watacaala uu dambi dhaafo ee uu cadaabka naareedna uu ka xoreeyo allah inaga yeelo alle subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo barakeeyo xoolaheenna caruurteenna iyo irsaaqadaba inuu inoo barakeeyo iyo cimrigeenna iyo cilmigeennaba آمين 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 وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.